مشاهدي قناة شو تي في لحظات المنتخب الوطني المغربي كينتصر على منتخب مالي 2-0 وكيفوز كأس إفريقيا للمكوفين. لحظات التتويج المباشرة معكم مباشرة لحظات تتويج المنتخب الوطني المغربي مباشرة من الملعب البلدي للمنصورية. الأجواء جميلة جدا هنا في الملعب البلدي. سي كريم الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة، شكرا. الصوت ما كيتسمعش، شكرا. إذن فرحة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي، فوز المنتخب الوطني بكأس الإفريقية. فوز المنتخب الوطني المغربي بكأس إفريقيا. إذن مرة أخرى أجواء جميلة جدا هنا في الملعب البلدي للمنصورية. فوز المنتخب الوطني المغربي كأس إفريقيا للمحليين. أجواء جميلة جدا هنا بالملعب البلدي للمنصورية. فوز المنتخب الوطني المغربي كأس إفريقيا للمكفوفين.
فوز المنتخب الوطني المغربي كأس افريقيا للمكفوفين بعد انتصار على منتخب مالي بهدفين نظيفين. وليد كل المنتخب الوطني المغربي في كأس افريقيا.
الله.